بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مستمعينا الأفاضل والمشاهدون خلف الشاشات، خلف شاشات قناة الريان المتابعة والناقلة لهذا المحفل وهذا العرس التراثي، يحييكم بأجمل وأطيب التحايا، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تتواصلوا مع حضراتكم ضمن هذه التحديات والانطلاقات، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة، وضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذا متابعينا الكرام، أتقدم إلى أول المراكز وإلى صدارة الشوط المقدمة والصدارة في هذه اللحظات مع هوشة على المركز الأول بشعار سمو الشيخ محمد بن بطيع الحامد على المركز الأول، أو معالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد على صدارة هذا الشوط مع اندفاع هوشة. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات وتقدمت على المركز الثاني، وصل شعار هجن العاصفة مع امتنان غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. هذه امتنان غيرت وانتقلت الى مقدمة الشوط، هوشة على المركز الثاني. المركز الثالث التماس من هجن العاصفة غياث الهلالي متابعا ومضمرا لهذا الشعار. رابع المراكز ورابع التحديات الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الباس على المركز الرابع بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوى الاكتبي في عملية التضمير. المركز الخامس في هذه اللحظات وصلت وتقدمت هذه مزنة بشعار سمو الشيخ أو سيدي صاحب السمو محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بيقوبع الحميري في عملية التضمير. إذن متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة، المراكز الأهم والأبرز في هذا الشوط تكتمل. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، امتنان امتنان على مقدمة هذا الشوط بشعار هجن العاصفة هي المنطلقة والمندفعة على المركز الأول، غياث الهلالي متابعا لهذا الشعار. المركز الثاني هوشة، هوشة في المركز الثاني بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. المركز الثالث التماس، التماس بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. ورابعا من تقدمت إلى المركز الثالث مزنة بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير. الله الله على هذه الشعارات. إذا متابعينا الكرام، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الصدارة، إلى امتنان على المقدمة، امتنان على الصدارة بشعار هجن العاصفة. ولكن الملازمة، الملازمة الشديدة في هذه اللحظات من مزنة المركز الثاني بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من وصلت على المركز الثاني طارش بن مبارك بالقابع الحميري في عملية التضمير. المركز الثالث
حصلت في هذه اللحظات من الجانب الآخر بشعار هجن الرئاسة القادمة في هذه اللحظات من الجانب الآخر. وصل الشعار الحمر يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث ورابع المراكز وتابع القدوم والوصول من الحذرة بشعار هجن الرئاسة عيسى بن سعيد بن عيسى الأخيالي في عملية التضمير خامس المراكز. هذه اللي على المركز الخامس هوشة معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد من تصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول هذه من غيرت الريام ريام بشعار هجن الرئاسة أسهل بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير. المركز الثاني وصلت امتنان بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. وإذا اللي وصلت بحرية بشعار هجن العاصفة من تتقدم في هذه اللحظات لتحتل المركز الأول والمركز الثاني وأيضا المركز الثالث. ولكن القادمة على المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وصلت بنت الحذرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن خليفة السويدي في عملية التضمير. وأيضا اللي وصلت على المركز الخامس الباسلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد المر بن سعيد بن حلوة الكتبي في عملية التضمير. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول امتنان بشعار هجن العاصفة غياث يا غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق متابعا لهذا الإبداع وهذا الانطلاق على الصدارة. المركز الثاني هذه القادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن اللي وصلت الدرعية وصلت الدرعية أول ظهور وأول نداء في هذه اللحظات للدرعية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن محمد بن شريم المري. ولكن وصلت في هذه اللحظات وتقدمت المركز الثاني بشعار هجن الشحانية من تصل في هذه اللحظات وتتقدم. هذه غزة هجن الشحانية سالم بن فاران المري. الدرعية غيرت في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر القرن متابعا لانطلاقة الدرعية. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة الواصلة في الملاحقة. ولكن الدرعية امتنان قادمة الدرعية صامدة. اللحظات الأخيرة تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على انتصار الدرعية في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت امتنان بشعار هجن العاصفة. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث في هذه اللحظات الباسلة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. رابعا وصلت على المركز الرابع الواصلة بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد من قدمها لنا. وخامسا وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات غزة بشعار هجن الشحانية. إذا تهانينا والناموس لمالك الدرعية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز. والتهنئة موصولة لمضمر القرن من قادها في هذه الرحلة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وتوقيت الدرعية
تسع دقائق وثانية واحدة وخمسة أجزاء من الثانية. المركز الثاني امتنان من هجن العاصفة وتوقيتها الزمني. تسع دقائق وثانية واحدة وتسعة أجزاء من الثانية. وثالثا وصلت الباسلية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وتوقيتها الزمني. تسع دقائق وثانيتين وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.